مجوهرات فاتين، كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم واحد الباك دو مارياج اللي خطير جدا، يعني عاطي العين الناس اللي كيبغوا شي حاجه ديال الحضور، شي حاجه كبيره وميم طون كيلبسوها ديما، على حسب كل ذوق على حسب كل شخص. بالنسبه للباك دو مارياج على هذا الشكل، هذا كاين الاليونس سوليتير ديالو، فيهم حجيرات هنا بيان سيرتيي، كاين هنايا هاد الورده هذه اللي دايره بالحجر، كاينين ثلاثه، وحده جوج ثلاثه، فوقانيه فيها حجيره كبيره، وهنايا خاتم، هنايا في واحد الزواق هنايا مخرم وفيه الحجيرات. بالنسبه للوك ديالو على هذا الشكل هذا، والطابع ديال الديوانه كاين هنايا، كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم. وبالنسبه حتى لي طاي، حنا كنوجدوا اي طاي حتى جيتو، يعني على اي صبع، على الصبع اللي بغيتو، يعني ما كاينش مشكل، كنعطيك لا ميثود ديال اللعبه، ما كاينش نهائيا شي مشكل. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي في اليد في اللبسه. كيجي على هذا الشكل هذا الباك دو مارياج اللي اقترحت عليكم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه ومرحبا بكم.